ويا هلا فيكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لفقره مشاريع صغيره واللي بنسلط فيها الضوء على عدد من المشاريع الشبابيه والناشئه واللي اطلقوها الشباب بمجهوداتهم الخاصه. ضيفنا اليوم اختار مجال المشاريع، ولكن تحديدا في مجال الطعام اللي طبعا كثير له محبين وله عشاق لو نقدر نقول، وحاول انه يعمل تنويع حتى في الاشياء اللي بيقدمها وفي المشاريع اللي انشاها. حنعرف اكثر عن هذه المشاريع وعن كيف البدايه بدات مع فراس يوسف. حياك الله معنا فراس، كيف امورك؟ ان شاء الله طيب، منور. شرفتنا فراس. بس بدايه هلا بك، حابين نتعرف على الامور اللي خلتك تترك وظيفتك، تترك شغلك الاساسي مقابل الاعمال وتتفرغ لمجال الاعمال اللي كانت خاصه فيك، وهل فعلا ممكن تغنيك عن الوظيفه الثابته ولا لا؟ تمام، اوكي. صراحه شوفي، انا من يوم ما كان عمري 16 سنه انا ابغى اسوي بزنس، كنت طول عمري ودائما اجل اسوي زي ما كل الشباب تقريبا بيسوي بنسوي في الموضوع. بس بعدين قررت بعد 4 سنين ونص من الوظيفه تقريبا، تنقلت فيها بين 3 مناطق او 3 شركات، قررت انه انا ماني حق وظيفه. يعني انا صرت عارف نفسي انه انا ماني حق وظيفه، ماني قادر اعيش في الوظيفه، ما هو جوي، ما هي حياتي، ما هو الروتين اللي تبغى تعيشه. ماني شايف انه انا حعيش كذا طول عمري، ماني قادر اعيش الروتين ده. فقررت انه خلاص حان الوقت وخرجت من الشركه. حلو. كان احلى يوم في حياتي لما قدمت له الاستقاله. على فكره هذه فرحت كثير من الشباب اللي يكون عندهم هدف وبيبداوا مشاريعهم. بس هذا كلام من كم، 2000 وكم؟ استقلت في 2014 نوفمبر، يعني من سنه وثلاثة شهور او 4 شهور تقريبا. بس مشاريعك طبعا انت بديتها من قبل. من قبل إيه؟ وانت بتشتغل. بس إيه؟ عرفنا اكثر عن مشاريعك اللي بديتها من قبل والى الان بانواعها المختلفه من الاكل. تمام، اوكي، بسم الله. نبدا بكريبي. انا بدات كريبي اول ما تخرجت من الجامعه، الملك فهد بترول المعادن، هندسه صناعيه. اول ما تخرجت وجيت جده وانا قاعد ادور على الوظيفه، كنت يعني جاتني في بدات البزنس حقي، بداته مع شريكي ريان مليباري. شريكي ريان مليباري هو صديق الطفوله وصديق الحياه وصديق كل حاجه، هو لغايه دحين اكيد الاغلب هو يكون شريكك. ايوه، فهو من رابعه ابتدائي صديقي. فبدأنا مع بعض البزنس من 2011، بدأنا فيه كمحل، بدأنا احنا قبلها كبازارات بس نتكلم عنها بعدين. بدأنا المحل 2010 2011 واستمر الى اليوم. حلو، وكان كل مره بيتطور ويتحسن الى هذا كريبي. طبعا هذا كريبي. خلصنا من كريبي وبدأ يوقف على رجوله مره مظبوط، بدأ يدخل دخل مره ممتاز الحمد لله. وقتها انا قررت نو مور، خلاص ما في وظيفه وماني قادر، يعني خلاص لازم استقيل. استقلت. ثاني يوم من الاستقاله رحت المحل حقي في عزيز مول، وانا في المحل بالصدفه شفت اصحابي حقون جودي كانوا معايا اللي هم دحين شركائي في سكتش. ما شاء الله. بقول لهم ايش بتعملوا؟ قالوا قاعدين ندور فكره بزنس. اوكي. قلت لهم اسمع، انا معاكم ام انا على طول، انا مستقيل. انا عندي فكره وخذوا الهرجه، وبدينا كذا، بدينا الطريق حق سكتش برجر من ذاك اليوم. حلو حلو. طب فارس، يعني فراس، كيف وجدت عمليه انه انت تترك شغلك او تترك تخصصك اللي انت درسته؟ يعني بترول، هندسه ومعادن، يعني هندسه نظم، هندسه صناعيه. هندسه صناعيه، يعني تخصص كبير ومجال صعب ودرست فيه بكل سهوله، يعني استغنيت عن الدراسه واستغنيت عن التخصص وصرت صاحب مشاريع، فاكيد يعني واجهتك كثير من الصعوبات والعقبات اللي واجهتك الين وقفت على رجولك، فريد تقول لنا ايش العقبات اللي واجهتك؟ شوف، اهم عقبه احسها لاي احد بيسوي بزنس، اهم عقبه لو تخطاها حيتخطى اي شيء، الاراده. عندك اراده تسوي البزنس، عندك هدف، شايف انت ليش انا ابغى اعمل البزنس ده، حتسويها. واي عقبات بعد كده تيجي هقول لكم العقبات اللي صارت لي، بس اي عقبات حتيجي بعد كده حتتخطاها بسهوله ما دام انت عارف ان انت عندك شيء تبغى توصل له. ويكون في اراده. فانا قلت لك من انا عمري 16 سنه كان عندي الاراده، ابغى اسوي، ابغى اوصل، ابغى اكون. فايوه، جاتنا شو اسمه صعوبات كثير في بدايه المسيره، خاصه نبدا بالتمويل مثلا او الفكره، ايش الفكره، ايش اسوي. فمن اهم الاشياء احس انه تساعد الشخص عشان يكون عنده اراده ويتحدى المصاعب دي، يسوي شيء يحبه. يعني انت تسوي شيء انت تحبه عشان لما تجيك المصاعب تقدر تتخطاها وتخليك يعني تتعب وتقول يعني خلاص وتطفش. لا، ما تقول خلاص استسلم، يقول لا بس تفتكر انه شيء انت تحبه بتستمتع وانت بتسويه، حتعدي. قول والله لا اعدي، واعدي 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 لغايه ما توصل ان شاء الله. حلو.
فهذه واحدة من الصعوبات. هذه واحدة من الصعوبات. الصعوبة الثانية في شيء كثير ناس بيغلطوا فيه لما يسووا دراسة الجدوى، بيكونوا يعني ايش اقولها، يعني يكونوا متحمسين او متفائلين بزيادة. لا تكون متفائل زيادة في دراسة الجدوى. ليش؟ حتنصدم بعدين، الواقع غير، الواقع غير. لازم صادق. تكون واقعي جدا، وكمان يعني تنظر بعين سلبية أكثر في دراستك للجدوى، مو في صح. مو في مو في تنفيذ، تتوقع الأسوأ، تتوقع الأسوأ. لازم لازم يعني أنا من الأشياء اللي غلطت فيها، وعشان كده أنا قاعد أقول للناس لا يغلطوا فيها. أنا سويت دراسة جدوى كويسة، بس ما كنت متوقع الأسوأ، كنت متوقع إنه حبيع واو شيء رهيب. كنت حتوقع بيع زي ما كنت أبيع في البازارات. أنا بدأت في البازارات، بدأت في 2010 قبل ما أتخرج أصلاً من الجامعة. طبعاً سوق مختلف، أعتبر جدا صح. مختلف، بس كنا جدا ناجحين في البازارات. لما فتحنا المحل فانا اللي كنا بنسويه في البازارات مختلف تماما، مختلف تماما كليا طبعا كليا. فدراسه جدوى رائعه لازم تكون، والاختيار المناسب للمشروع زي ما الاختيار المناسب للمشروع، وتكون انت تحبه. هذه احسها من اهم الاشياء تساعدك تعدي كل العقبات. بس ايوه حتلاقي عقبات كثير طبعا، هذا كله في وجود الاراده. طبعا انا يعني ذكرت شيء مهم لمي، انه مهندس صناعي وسبت تخصصك، بس انا في وجهه نظري انا اصحابي اغلبهم مهندسين صناعيين، فاعرف ان المهندس الصناعي دائما وابدا يقدر يوظف تخصصه في حياته بشكل عام. بالضبط ان شاء الله. يعني يعطيك، لانه انتم ايش هدفكم؟ كل شيء اعطاء اعلى جودة بأقل التكاليف. بالضبط. وهذه تقدر تقيسها حتى في صحتك أو قاعد في نفسك. مهندس صناعي؟ لا بس ما شاء الله. بس عارف تخصصي أكثر. بس بس أنا أحب مهندسين صناعيين، لأنه فعلًا تفكيرهم نظيف، ويعطيك حتى في 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 تحليل الأمور والمشاكل يعطيك أفضل شيء. فأبغى أعرف بس يعني كيف قدرت تتميز، بما أنك مهندس صناعي المفروض ما عندك هذا هذا الشك، بس كيف قدرت تتميز في 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 ظل وجود كثير من المشاريع، خصوصا محلات البرجر؟ قاعد تقول سكتش برجر الان ما شاء الله صار افضل من ثلاثه او اثنين في جده. في جده مثلا. بس كيف قدرت تتميز؟ طيب خليني اقول لك حاجه. انا بالنسبه لي يعني لاي احد بيسوي بزنس في 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 قطاع الاكل، ضروري جدا الشيء ده اللي حقوله، الشيء ده حيساعده مره كثير انه ينجح ان شاء الله. الجوده 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 يا جماعه بشكل مو طبيعي. ما فيها مزح الموضوع، الموضوع ما فيه مزح. في محلات برجر كثير فتحت، بس يعني ينقصها شويه موضوع الجوده في الطعم مثلا، او جوده في اي شيء ثاني، بس الجوده وفي الطعم هذا اهم شيء. التيست يكون لذيذ، يكون حاجه يعني الواحد يبي يرجع لك ثاني يدوق. يعني انا مو قصه بس بسوي محل برجر ويلا تعالوا كلوا عندي وخلاص، لا لازم يعني تسوي حاجه لذيذه الناس يستمتعوا وهم بياكلوا عشان تضمن رجوعه ثاني. يعني كيف تميز؟ يكلف الواحد عشان يطلع تيست جيد؟ والله يكلف مره كثير في اكثر من ناحيه، سواء جهد او مالي، سواء يعني حتتعب انت بانك تحاول مره واثنين. احنا في السطوح، في سطوح عبد الله سندي شريكي، كنا دائما نجرب هناك ونجرب ونجرب ونجرب، واستشرنا ودفعنا استشارات ودفعنا دفعتوا استشارات، دفعنا مبالغ جامده عشان نضمن راس مالنا واللي هو العمود الفقري لبزنس الاكل، الطعم. ايوه الطعم. لو الديكور ما هو حلو، لو الديكور ايش كان، الطعم مزبوط، حاجي برجع الزبون. أيوة مره أيوة ثانيه. أيوة أيوة صح. فهو الطعم كله. فايوه هذا اللي خلانا نتميز، جودتنا في الطعم، جودتنا في تعاملنا مع الناس، جودتنا في تعاملنا مع الموظفين نفسهم اللي هم كلهم شباب سعوديين اللي شغالين عندنا ما شاء الله. وفي تعاملنا مع الزبائن اللي يجون. طب هل تتوقع فراس انه هذه الاشياء اللي ذكرتها هي اللي خلتكم توصلوا للدرجه او للمكانه والتقييم اللي انتم وصلتوا لها الحين ضمن ثلاث افضل مطاعم في جده؟ اكثر من حاجه ساعدتنا، بس هذه واحده منهم. واحده من اهم الاشياء قوه واراده شركائي. كلنا احنا الخمسه مع بعض سوينا تيم، سوينا فريق، خلانا في النهايه نطلع بدي نتيجه. فراس لوحده ما كان حيعملها، عبد الله سندي لوحده ما كان حيعملها، بدر ساب، عبد العزيز الفهد، يحيى خوجة، دول كلهم شركائي خمسه لوحدنا ما كنا حنعملها، مع بعض سويناها. بس ايوه واحده منها من الجوده هي من اهم الاسباب اللي خلته ينجح. يد واحده ما تصفق. صح. يد واحده ما تصفق. العمل الجماعي هو افضل، والله يعطيهم العافيه. يعني مره كثير ما شاء الله اللي شغالين معنا في في في, في سكتش، نفسي اذكر اسمهم واحد واحد، بس اللي بداوا معانا في البدايه وما زالوا دحين يشتغلوا معانا زي رجال، هم اللي خلوا المحل ينجح بهذه الطريقه. حبهم للبراند، حبهم لسكتش برجر، هم اللي خلوه يوصل. اجتمعتوا في نفس الشغف وفي نفس الطموح وفي نفس الاراده لما وصلتوا اللي تبغوه. بس ابغى اعرف الريتنج افضل اعلى ثلاثه مطاعم في جده اللي اخذتها، بس على اساس ايش؟ اي فور سكوير. فور سكوير اوكي. وكمان احنا اخذين ريت عالي جدا في جوجل مابس 4.7 او 4.6. مع ان جوجل مابس ما يدخلوا ناس كثير زي الفور سكوير، لكن كويس. فور سكوير اخذين 9 من 10.
فيعتبر الحمد لله كويس. حلو. طب فراس يعني كذا قبل ما نختم معاك، لما نوجه كلمه للشباب نحمسهم انهم يبداوا بمشروعهم الخاص، كيف لو حابين انهم يبداوا بدايه قويه وبدايه جميله بمشروع جديد، فمن وين يبداوا؟ قبل اي حاجه يا جماعه لازم تفهموا الحياه نعيشها مره واحده، صح؟ الروتين مو حياتنا، نعيش زي الروبوتات مو حياتنا، فهذه اهم دافع احسه. الاراده حاجه مره مهمه للشيء اللي انت تبي تسويه. تخيل عندك هدف تبغى توصل له، هذا الشيء حيساعدك انك هذا بنزينك لانه انت تمشي كويس وتمشي في الطريق اللي انت تبغاه. فمن اهم الطرق دحين عشان تسوي البزنس حقك، حدد هدفك، فين تبغى توصل، ايش تبغى تكون، وحتقدر تسويها، وحتلاقي انت الطرق انك تعبد الطريق لنفسك عشان توصل لذا المكان. ارادتك والشريك الصحيح. الشريك الصحيح. انا لسه بدي اقول لك على هذا. انا لسه بقول لك هذه فراس، بس يعني انت قاعد تقول، واضح ان الوظيفه تعبتك جدا من كثر. اي والله واضح مره، واضح. ما كنت مرتاح في الوظيفه. بس قلت نقطه اخيره مره مهمه، هي اللي كنت حسرك فيها، حكايه الشراكه. يعني هل لازم يكون صديق عمر زي ما ذكرت عشان يكون شريك ولا لا؟ مو لازم يكون صديق عمر، حتى لو صديق كان فتره معينه، بس لازم تعرف هذا الانسان كيف، هل يفصل ولا ما يفصل. يعني يفصل ولا ما يفصل، انسان نظيف حيستغلك في الفلوس ولا لا، يعني حيكون متعاون معاك ولا لا، ولا حيكون بس جالس يتفرج عليكم. فضروري ضروري تختار الشريك اللي حيساعدك في الموضوع. بس حابب اشكر شخصين او ثلاثه قبل ما نقفل اللقاء ده. اكيد. ريان مليباري، صديقه الطفوله، لولا الله ثم ريان مليباري ما كنا قدرنا نسوي كريبي. واشكر كل شركائي في سكتش برجر، واخص بالذكر عبد الله سندي، لانه احنا دحين هو ماسك اداره المحل ما شاء الله، فما شاء الله بيسوي مجهود مو طبيعي. واحده من اهم الاسباب اللي احنا وصلنا للريت دحين ده بسبب عبد الله سندي. هم طبعا الشباب هم. ايوه هم في الصور معايا. انت فين؟ وكله انا اللي في النص. اوكي. ويحيى وعبد العزيز وبدر كلهم. نادر وهيثم قالوا لي اطلع اسمه هنا كمان برضه، يعطيهم العافيه كلهم، كل الشباب الله يعطيكم العافيه وشكرا على كل مجهودكم. حقيقي جميل جدا لما نشوف روح الشباب وفي تعاون وفي صحبه جميله وفي حتى تكافؤ حتى في طريقه التفكير. انا وصلت لهذه الطريقه، هذا شيء جميل جدا ترى، تنحسوا على هذا الشيء ما شاء الله عليكم. الحمد لله. كيب جوين، كملوا، وسعيدين جدا بهذا الشيء. اكيد فراس، بس نبغى نعرف في مشروع جديد حابب تدخل فيه ولا كذا كفايه؟ لا انا عندي حاجه، انا كل ما اخش في مشروع او اسوي مشروع احب يعني خلاص. نحن عبد الله سندي مسك السكتش برجر، انا ممسك سمها والشباب عندنا في كريبي عشان اقدر اتفرغ. لو انت مشغول مره في الاوبريشن والشغل اللي هو يوم بيوم وده في البزنس، ما حد يتفرغ. انت المدبر للمشاريع يعني تقريبا، يعني هم مع بعض ما شاء الله يعني قدرنا نسوي. بس ايوه انا دحين في خضم مشروع جديد، بس حيكون خارج يعني تقريبا عن الفود، بغير عن الاكل، خارج عن الاكل. بس ايوه حستمر دائما في مشاريع وان شاء الله ما حنوقف. اكيد. ونحن نقول لك لا توقف ابدا فراس يوسف. شكرا لتواجدك اليوم معنا في ساعه شباب، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا على ضيافتكم. الله يسعدك، هذا واجبنا بالعكس. كريبي وكافيه وسكتش برجر ان شاء الله حنشوف كيف وحنزورهم. عموما احنا وصلنا لنهايه هذه الفقره، لكن لسه حنكمل بعد هذا يعني الدفعه القويه من الاراده والافكار للمشاريع. في الفاصل أباكم بس تفكروا في كذا مشروع وأبدأوا، هل فعلا حتغيروا من حياتكم ولا حتفضلوا في الروتين القاتل اللي ممكن ما يخليكم تمشوا متفائلين أو منجزين؟ بعد الفاصل في أخبار وسوالف في ساعة شباب.